الرئيس السيسي يوجه باتخاذ جميع الإجراءات لتأمين الطلاب من كورونا وضمان سلامتهم وانتظام العملية الدراسية. ماكرون يتعهد من بغداد بحماية سيادة العراق واستقلاله قراره واستقلالية قراره أمام التدخلات الخارجية. السلطات الصحية الأمريكية تطالب من حكام الولايات الاستعداد لتوزيع لقاح كورونا مطلع نوفمبر. الثالثة صباحاً الواحدة بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة. أهلاً بكم، وفي البداية نرجو من جميع المصريين أخذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا. احمي أهلك، احمي بلدك. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بالتنسيق بين وزارة الصحة ومختلف الجهات لتوفير أقصى درجات التأمين الممكنة للطلاب والقائمين على المنظومة التعليمية لضمان سلامتهم والانتظام العملية الدراسية. وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين، وجه الرئيس السيسي بتكثيف حملات التوعية على مستوى المواطنين بشأن التعامل مع انتشار كورونا، خاصة ما يتعلق بالإجراءات الاحترازية، إلى جانب الخطة العامة للتعايش على مستوى الدولة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر لأي خطوات من شأنها إحلال السلام بالمنطقة بما يحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني ويتيح إقامة دولته المستقلة ويوفر الأمن الإسرائيلي. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقى من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تناولا خلاله تطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية، حيث شدد الرئيس السيسي على أهمية عدم إقدام الجانب الإسرائيلي على اتخاذ إجراءات أحادية الجانب تقوض من فرص إحلال السلام، خاصة الامتناع عن ضم أراض فلسطينية من أجل الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن المسؤولين في العراق عليهم بناء سيادة بلادهم، وأشار إلى أن التدخلات الخارجية تضعف الدولة العراقية بينما تواجه تحديات عدة بسبب الحرب والإرهاب. وأكد ماكرون خلال مؤتمر مشترك مع نظيره العراقي برهم صالح دعمه للعراق في محاربة الخلايا النائمة لتنظيم داعش والوقوف ضد التدخلات الأجنبية. دعا البابا فرانسيس بابا الفاتيكان إلى تخصيص يوم الجمعة المقبل كيوم عالمي للصلاة والصوم من أجل لبنان. وأكد بابا الفاتيكان أن مأساة انفجار مرفأ بيروت تنذر بخطر شديد ووضعت لبنان في ظروف حالكة، مشيرا إلى ضرورة عدم التخلي عن لبنان والذي طالما كان مثالا للحرية والتعددية بين الشرق والغرب. طالبت السلطات الصحية الأمريكية من حكومات الولايات أن تساعد أو تستعد لتوزيع لقاح مضاد لفيروس كورونا على نطاق واسع بحلول مطلع نوفمبر. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن روبرت ريدفيلد مدير المراكز الأمريكية للوقاية من الأمراض ومكافحتها قوله إن حكام الولايات تسلموا رسائل رسمية تطلب منهم العمل بصورة عاجلة من أجل فتح مراكز توزيع اللقاح المرتقب بحلول الأول من نوفمبر. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تعهد مرارا ببدء توزيع اللقاح في موعد مبكر عن نهاية العام. أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل 7017 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في ارتفاع حاد لعدد الإصابات. وبحسب الصحة الفرنسية فإن هذه المرة الثالثة منذ بداية تفشي الفيروس والتي يتجاوز فيها عدد الإصابات اليومية 7000، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي عدد المصابين إلى 293,024، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 30,686 بعد تسجيل 25 حالة وفاة جديدة.
ختام الموجز. وفي الختام نحيط علم السادة المشاهدين بأن التردد الجديد لقناة أكسترا نيوز هو 11705 رأسي. شكرا لكم.